تقعد تونس خير. تقعد ليبيا خير. تونس خير. ليبيا خير. والله تونس نجيها تقريبا كل ويكند عندي خدمة. تونس بلدي بلدنا الثاني. إن شاء الله الحكومات الجاية في ليبيا تهتم بالسياحة وتكون مورد ثاني من الداخل لليبيا ويهتموا بالسياحة. ليبيا وتونس بلاد واحدة وإحنا وخيين وربي يبارك إن شاء الله وربي يلم الشمل. مرحبا اهلا وسهلا بكم. مرحبا بك، كنت عارفني بروح. انا طارق الرياني من طرابلس. نتشرفوا بك، يعني من ليبيا انت. مرحبا بك ومرحبا باهالي ليبيا الكل. قل لي اجازه والا خدمه؟ والله اثنين في واحد، عندي شويه خدمه وشويه. عصفورين بحجره. عصفورين بحجره. فرهدت وخدمت. الحمد لله الحمد لله. احكي لي شويه على الاجواء في تونس، كيفاش لقيتهم؟ قدش عندك ما جيتش لتونس؟ والله تونس نجيها تقريبا كل ويكند عندي خدمه. تونس بلدي بلدنا الثاني وباستمرار عندنا خدمة في تونس وخدمتنا طبيعة عملي مربوطة بتونس فباستمرار نجي لتونس يعني. قلت لي جيت الإجازة زيتا وين مشيت؟ والله حصلت عومة في البحر أمس، حصلت عومة في قربة، كملت شغلي هنا مشيت لي قربة. والله صحة والله. نعم وحصلت عومة في البحر واليوم روح إن شاء الله. فين بحر عمت؟ في قربة، بحر قربة نفسه. لو كان يخيروك بين إجازة في تونس وإجازة في المالديف شكون تختار؟ المالديف على طول. إنها الصدمة يعني، تقولي المالديف بخلي تونس قرقنا والهوارية والسوسة وبنزرت والجو هذاك الكل وتقولي المالديف، جيت المالديف قدام تونس. شوفي خليني نقول لك حاجة، احنا كلنا الدول العربية عندنا بحر كويس وعندنا شواطئ ممتازة وعندنا كذا، ولكن اهتمامنا بهم للأسف الشديد يجب أن يكون أكثر من هيك يعني. يعني من ناحية النظافة ومن ناحية التنظيم ومن ناحية كذا. فالمالديف ان شاء الله نوصلوا لمستواهم في التنظيم خلينا نقولوا. عندنا كمان بحارات مزيانين في تونس وصافين كيما الهواريه مثلا ترمي 100 فرنك تبالك تحت الماء. وعندنا في زواره زاده في ليبيا في زواره ترمي 20 فرنك 100 فرنك تبالك تحت الماء تشوفيها واضحه حتى هي. هذا مش استنقاص ببحر تونس، الميه صافيه، ولكن ما ننسوش ان في ليبيا ايضا عندنا بحر 1800 كيلومتر يمتد من الحدود الليبيه التونسيه من راس الجير الى سلم الحدود الليبيه المصريه، ارض منبسطه وفيها بحر. ان شاء الله الحكومات الجايه في ليبيا تهتم بالسياحه وتكون مورد ثاني من الداخل لليبيا ويهتموا بالسياحه لان واش كان يسميوه تونس ولا كان يسميوها مطموره روما؟ كان يسميوها معناتها فتاحة الأبواب أو الواجهة بتاع الحضارات الكل. قبل ما يشوفوا ليبيا ولا بعد؟ قبل بيان سور. إي بعد شافوا ليبيا تغير اسم. قبل لا قبل. إي تغير اسم ليبيا في الوسط تونس هيك في الموقع استراتيجي كمان. شوفي مناخ ليبيا ومناخ تونس يكاد يكون واحد، زي ما قلت لك اللي ينقصنا شوية التنظيم فقط، أنتم في التونس. غاديك سخونة. سخانة غادي سخانة بالكدا. في ليبيا؟ لا المنطقة الساحلية نفس المناخ، المناطق الساحلية الممتدة من راس الجدير خلينا نقولوا أو من تونس الساحل إلى حدود الليبية المصرية، مناخ واحد، الصحراء الدنيا السخونة في الصحراء الليبية، لما تخش في جنوب ليبيا الجفرة وسبها وغيرها وكذا، هذه فعلا مناطق صحراوية وتمتاز بمناخ صحراوي اللي هو الدافئ السخون يعني. سيقضيوها تو مقارنات بين ليبيا وتونس. والله من حقك تتكلمي على تونس. تقعد تونس خير. تقعد ليبيا خير. تونس خير. ليبيا خير. حيا كل واحد، تحيا تونس وتحيا ليبيا. ليبيا وتونس بلاد واحده واحنا وخيين وربي يبارك ان شاء الله وربي يلم الشمل وان شاء الله تتحسن ليبيا وتجونا تزورونا في ليبيا زي ما نزوروا فيكم في تونس وان شاء الله ديما بحبحين يا رب. نحكيوا على ناس واهالي تونس، كيفاش لقيت الخدمه في تونس؟ كيفاش لقيت الجو والمعاملات؟ والله شنو بنقول لك؟ تونس زي ما قلت لك ما هيش جديد علينا من 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 نهايه الثمانينات وانا مربوط عملي بتونس، فبالنسبه لي ما نحسش في روحي غريب في تونس يعني بين اهلي وبين ناسي وشغلي كذلك ونقضي في مصالحي بكل سهوله واريحيه. كل ويكاند لهنا ديجا معناتها بريس كوالي تونسي. هو تعب شويه لكن الله غالب، هيك ظروف العمل يعني، هيك ظروف العمل الحمد لله. الاوضاع الليبيه مستقره والا لا؟ خلينا نكون صادقين يعني، للامانه ليبيا مرت بمرحله 10 سنوات صعبه شويه. فيها عدم استقرار أمني وسياسي وغيرها، ولكن بفضل الله عز وجل كل يوم خير من يوم إن شاء الله. كانت عندنا أكثر من حكومة هو اللي صار خلل في ليبيا، ولكن بفضل الله عز وجل تو حكومة واحدة وإن شاء الله تتحسن الأمور ونبدو أمنيا كويسين واقتصاديا كويسين
وانت وتولي ليبيا مش زي قبل، احسن من قبل ان شاء الله. اينا نتمنى من كل قلبي انه ليبيا ترجع كما قبل وخير من قبل، انه الشعب الليبي يتهنى، وحتى ولو معناتها في كل الظروف الشعب التونسي ديما يستقبل الشعب الليبي، والشعب الليبي ديما يستقبل الشعب التونسي. وتحيه تونس وتحيه الجزائر. وتحية تونس وتحية ليبيا. وبارك الله فيكم على الاستضافة، شكرا لك، وبعون الله عز وجل ليبيا تكون كويسة وتجوز زورونا وتنقلوا اللقاءات هذه من قلب العاصمة الليبية طرابلس أو من كل مدن ليبيا بالكامل، وتشوفوا الاستقرار والأمن والحمد لله بفضل الله. يعطيك الصحة وبارك الله فيك. شكرا لك بنتي، شكرا.